نفسي أتوب، رقم واحد عليك بالدعاء أن يثبتك الله وأن يصبرك على نفسك، وعلق قلبك بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. اثنين، كن رجلا. انت عارف الراجل، الامام احمد بيقول عن الراجل ايه او عن الرجولة، بيقول الرجولة ان تترك ما تهوى لما تخشى. الرجولة كمان مرة هي ايه؟ ان تترك ما تهوى لما ايه؟ لما تخشى. انت عارف انت لو شربت الخمرة هنا وما توبتش مش هتدقها هناك. اما التزمتش هنا من الممكن ألا ترى نعيم الجنة إلا بقى بعد ما تتوب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالتوبة إلى الله تعالى واجبة. وكن رجلا، طب عشان أكون راجل لابد وأن آخذ قرار وأقول من النهاردة هتوب من المخدرات. طب ما ينفعش من أول الأسبوع، أصل النهاردة الخميس. نقول له لا، من اللحظة، لأن التوبة واجبة على الفور من الذنوب والمعاصي. ما أنا ممكن أطلع دلوقتي الجلي شرقة كل سنة وأنت طيب، صح ولا لا؟ يبقى التوبة من الآن، الآن إن شاء الله بإذن الله هتوب خلاص. ثلاثة، ليس هناك شيء اسمه تخفيف المخدرات. ليس هناك شيء اسمه تخفيف الإيه؟ المخدرات. بل الواجب عليك أن تستعين بالله لتمتنع ما استطعت عن المخدرات. أربعة، اذهب إذا كنت مدمنا بقالك فترة لطبيب أمين، لأن في مراحل، في ثلاث مراحل في العلاج، مرحلة أولى ومرحلة متوسطة ومرحلة متأخرة. فالدكتور هيوصف لك بالظبط أنت أي مرحلة من المراحل، وهيتم التعامل معاك بأي طريقة ازاي. يبقى عليك بالعزلة، عليك بالعزلة والذهاب إلى الطبيب حتى تأخذ هذا القرار وحتى تستطيع تنفيذ هذا القرار الذي أخذته. خمسة، عليك بعملية الإحلال والإبدال. إيه قصة الإحلال والإبدال دي؟ عارف الراجل اللي نزل مكان فسأل عن الناس الصالحين اللي فيه؟ الناس الصالحين دول هم دول اللي انت هتستبدلهم بالعيال اللي انت عارف. عارف الواد بقلة وشقلطة، بقلة وشقلطة وازدحمت وسمعة ومحمدين ومحمدين، العيال دي لارات، انت حفظت اسمائهم وموبايلك بقى ملوث باسمائهم. أنا عايزك بقى تعمل عملية إحلال وإبداء، أن تتعرف على الصالحين. تيجي تلزق لواحد زي عم الشيخ محمد حساء كل يوم خميس في مسجد التوحيد في الشناوي في المنصورة، صح؟ روح إلزق، روح يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد السلاب هتلاقي الأخ حازم شماء، إلزق له. هتلاقي يوم الحد علي قاسم هناك، الزق له، الزق لحد من الصالحين. عليك بالإحلال والإبدال. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اذهب إلى الطبيب عند التوقف في مسألة العلاج. يعني ما تبدأ علاج ويجي واحد يقطع عليك العلاج، روح للدكتور تاني. سبعة، اشغل وقتك بعمل لدينك ودنياك. تعرف 95% من المصايب اللي احنا بنتكلم فيها دي بسبب ايه؟ بسبب الفضاء. روح اشتغل يا مولانا. بشتغل 8 ساعات في المصنع عندكم وباخد لي 150 جنيه في اليوم. بالليل روح التمرين، روح جيم. ايه اللي هيحصل بقى لما تروح هنا الجيم او مركز رياضي؟ حاضر يا سيدنا،
بيقولوا لي خلص، انا هخلص. صليت على النبي، كان اللي غلطان. صليت على رسول الله، اي والله يا عم الشيخ شريف انا اللي غلطان. صليت على رسول الله. لما تروح الجيم الطاقة اللي جواك اللي بتدخل لك عن طريق الاكل لابد وان تخرج. لو انت ما بتشتغلش وما بتبذلش مجهود وما انتش متزوج، هذه الطاقة المختزنة هتطلع غلط. انما لو حضرتك رحت الجيم بقية الطاقة اللي جواك هتطلع صح، صح لا، فتبقى طاقة ايجابية، وهذا سيدفعك ان شاء الله ان تبعد عن المخدرات. اوعى ترجع للغرز او اماكن الفتن تاني، بل انت مأمور باجتناب كل هذا. وعليك بارك الله فيك بدوام ذكر الله والسماع عن الله، فهذا مما يعلق قلبك به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك للخير. ولا أنسى أن أنت تعمل برنامج غذائي متكامل. الدكتور هيقول لك على برنامج غذائي، واخد بالك، تاكل فيه فواكه وخضروات طازجة، وتتناول أطعمة دسمة، وممكن تاخد 3 معالق من العسل عشان ينشط الكبد، ويبقى كده خلصنا. آخر حاجة أنا عايزها منك أن تدعو غيرك. إخواننا إحنا لازم نتحرك. قبل كده كنتوا بتخافوا تتحركوا مع السنية عشان أمن الدولة ما تجيلكوش. صح؟ كنت بتخاف تقول لي يا عم الشيخ أصل أنا اتحركت وعملت حاجة زي دي تبقى ليلة أهل مش معدية. الواد هيبعت اسمي اسمه إيه اللي عنده الغفر، والغفر هيبعتوا اسمي للمركز، والمركز هيبعتها لتوريل عندنا، ويقوموا باعتين لك وشدينك ومطلعين روح. طب دلوقتي بقى ايه الحجة؟ ولهذا ان شاء الله اخواننا القائمين على العمل هنا هنسيب لهم سي دي اسمه الوهم القاتل. سي دي اسمه ايه؟ الوهم القاتل، في كيفية التوبة من المخدرات بشكل عملي. كل البلد من اولها لاخرها تنسخ السي دي ده وتقوم بتوزيعه على الشباب من تالتة اعدادي وانت طالع. وصلت؟ ده مطلوب، ماشي يا جماعة؟ بل ويجب عليك أن تقوم بدور التبليغ للجهات المعنية عن تجار المخدرات في البلد، وأن تكون معينا لهم. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تؤجر عليه، لأن التستر على أمثال هؤلاء سيهلك البلد، وأنت بهذا ستأثم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.